خالد السعود ابو علي رحب فيك، ويعني هذه ثاني خساره للفتح على ارضه، مواريها ما هي مشجعه. الصوت ما في صوتك الان، يلا عيد مره ثانيه صوتك الان وصل. قول نعم. المواري ما هي طيبه حتى الان نتائجيا ورقميا. الفوز الوحيد على الباطن المتدين للترتيب القادم، لعل تكون الفتره يمكن في فتره 10 ايام للجوله القادمه اتمنى ان يكون فيه تصحيح. اليوم الفتح ما هو بالفتح ابدا، يعني خصوصا الفتح يمكن كان نشوف شكل ثاني في المباريات الكبيره. اليوم الفتح دون تهديد، يمكن في فرصه او فرصتين طيله المباراه، في اخطاء كبيره جدا. يمكن ابو بدر الاخ مساعد النمشان اجاد الاسئله، قضيه منتصف او قلبي الدفاع الاسباني فران اعتقد عمل كوارث. اليوم اللاعب ما يستطيع، طبعا عنده عدم رده الفعل بطيئه جدا، وايضا في الضغط مرر ثلاث كرات. اعتقد الهلال كان بامكان اليوم انه يخرج بنتيجه ثقيله جدا، اذا استثنينا حتى فرصه سالم الدوسري اللي كانت في الدقيقه 2. وبعدها الشوط الثاني ثلاث كرات كانت تقطع من تحت الضغط المدافع الاسباني. لا، الفتح اليوم ما كان منظم ابدا. الحمد لله انه النتيجه على الاقل يعني خرجت المباراه بالنتيجه هذه، لان اعتقد انها يعني فوز مستحق للهلال، وايضا هزيمه مستحقه للفتح. اتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل. ليه يعني متوقع كان ممكن تكون تاريخيه؟ لا، بالشكل اللي شفناه. انا اتكلم عن الفرص اللي سنحت للهلال. سالم الدوسري دقيقه 2 اول فرصه، ما بعدها ابو بدر كانت في كور تقطع من منتصف الملعب، وكان الملعب شبه مفتوح. الهلال كان اربع يواجهون اثنين بمدافعين الفتح. انا اتكلم انه الهلال ما استفاد من الكور اللي قطعت تحت ضغط مدافعين الفتح. كان بامكان انه الهلال يعمق النتيجه، ولكن بمجملها اعتقد ان النتيجه مستحقه.